حب وياسمين أبعثها لكم من هنا من أرض الولايات المتحدة الأمريكية. هذا اليوم راح ندخل عالم الأزياء موضة عام 2012 مع مصممة الأزياء العالمية والعراقية ابتسام. خليكم ويانا في هذه الموضة اللي راح تقدمها مصممة الأزياء ابتسام. Shows with the brides because I think all brides are beautiful, and that's definitely a statement that's true. We start with Paulina, and she has a beautiful couture dress. As you can see, the dress has a lot of flowers that are pleats, and inside the flower there's rhinestone. Maria looks absolutely stunning in this designer gown. You can feel it, the skirt that goes underneath it.
job. They didn't put her in a slum. إيهاب، هذا اليوم أكيد سعيدين تجمع الجالية العراقية اللي موجودة هنا في أمريكا في هذا العالم الكبير، عالم الأزياء اللي قدمته مصممة الأزياء ابتسام. أكيد تجمع العراقيين هنا بالغربة وهذه المناسبات اللي قيمها نادي المشرق الذهبي شوية تخفف الغربة يمكن عن الجالية العراقية، وأكيد نحن بدورنا نحب أنه نشكركم لأن دائما نشاهد أنه تخلون الجالية العراقية أو بالتحديد أولادنا اللي ولدوا هنا في أمريكا دائما يتواصلون بالعراق من خلال المناسبات الثقافية وأيضا الأغاني الوطنية اللي دائما تكون هي الجسر المحبة بين العراقيين الداخل والعراقيين الخارج. طبعا أول شيء نشكر قناة الفيحاء على التغطية الإعلامية الحلوة اللي غطت لنا اليوم الحفلة الحلوة. مثل ما تعرفين أخت هيفاء، نادي المشرق الذهبي هو السباق بكل شيء سواء بعالم الأزياء أو بحفلات أو بالحفلات الوطنية وحفلات يعني بحيث ينسي الهم للعراقيين خاصة هنا وإحنا بالغربة، يعني بحيث يرجعهم لأيام زمان مثل ما كنا إحنا بالعراق. نادي المشرق بالعراق أكيد يعني الحمد لله والشكر الناس كلها تعرفها، ودنحاول نعيد أمجاد بغداد هنا بأمريكا. أشوف أنه دائماً إيهاب تركزون في الاحتفاليات للجالية العراقية، دائماً تركزون على المحاضرات الثقافية، المحاضرات الدينية، أيضاً أشاهد هنا عندكم كل أسبوع كل يوم ثلاثة، وأيضاً تركزون على موضوع مهم جداً حتى يمكن الطبخ العراقي اللي يحب يأكل يرجع بالأكلات العراقية فيجي نادي المشرق الذهبي حتى دائماً يكون بالعراق. أكيد حتى نذكرهم مثل ما قلتش بأيام قبل، إحنا عندنا كل أحد بوفيه غذاء فخم، طبعا كل الباتشا والدولمه وكل انواع الطبخ العراقي، وكل ثلاثاء مثل ما تعرفين عندنا محاضرات دينيه وثقافيه، وبقيه الايام يعني مثلا النادي مفتوح وحفلاتنا ولا يعني نستمر احنا بتقديم كل ما نقدر نقدمه للجاريه نخدمهم ونفرحهم حتى نذكرهم ايام بغداد ونزيل الهم من عليهم ونسيهم ايام الغربه. أكيد إيهاب، هذا اليوم أكيد أنا سعيدة ألتقي بك، لكن أنت شو تحب تقول لأهلك والناسك بالعراق؟ أكيد مشتاق لهم، مشتاق لهم، وأكيد الغربة شوية صعبة يمكن. والله يعني بصراحة مشتاق لكل أصدقائي بالعراق وكل أهلي وقرايبي وكل الناس اللي أعرفهم، إن شاء الله أتمنى سيشوفوني وأقدم لهم سلام خاص لهم، وأتمنى يعني أشوفهم في يوم من الأيام سواء هنا بأمريكا أو أرجع للعراق، إن شاء الله أتمنى أن أرجع يعني للعراق بصراحة. وإن شاء الله الله يا رب يزيل هالغمة من على العراق، والله يوفق الجميع، ودائما أتمنى الموفقية لقناة الفيحاء ولكل أبناء الشعب العراقي. تسلم جزيلا إيهاب، نحن أكيد نشكرك، وأكيد دائما نحن أيضا مثلكم ونكون هنا في الغربة حلقة وصل بين العراقي الداخل والعراقي الخارج. شكرا على كل الجهود اللي تقدموها للجالية العراقية، شكرا على الثقافة وأيضا الأكلات العراقية اللي تحاولون دائما تجددوها هنا في أمريكا من خلال الندوات الثقافية وأيضا الاحتفاليات اللي تتغنى بالعراق. شكرا جزيلا، شكرا أخت هيفاء. My granddaughter's name is Gabrielle Grace, so I love the name Grace. Darlene is gorgeous. This is nice. So much beauty in it. I just love the bag. Fred, absolutely gorgeous. To be this refined stem. Prince is something you either hate or love. And this is one of Tony Ball's designs. The beautiful. Thank you. Tallahassee. And of course, this is a lead that also wants to buy. So sequins never go out of style, number one. But you cannot wear them, of course, to strangers' wedding. You could only wear them if it's your brother's wedding, your sister's wedding, your daughter or your niece or your nephew, somebody you are very close to. But whoever tells you sequins is out, it's not true at all. If you look on the internet for 2012 styles, you're gonna see a lot of sequins dresses.
الفنان احمد حاتم اللبناني اكيد سعيدين هذا اليوم انه شارك بهذا التجمع الكبير للجاليه العراقيه اللي متواجده في امريكا في هذا اليوم وهذه الازياء الجميله اللي قدمتها مصممه الازياء ابتسام. شكرا لك على حضورك الى هذه الحفله الكبيره. اول شيء مساء الخير لك ومساء الخير لكل اللي عم يشوفونا. انا سعيد جدا انه موجود اليوم بهالسهره الحلوه المميزه ليديز نايت ومن تصميم ست ابتسام في اشياء كثير حلوه وبوجود الجالية العراقية الموجودة. أنا كمان بوجه لهم التحية وإن شاء الله نقدم شيء حلو ليكون الكل مبسوط معنا اليوم يا رب. أنا أريد أحكي مع نحكي أحمد شوية عن الفن. هذا اليوم أشوفك دائما متواصل ويا احتفاليات الجالية العراقية اللي متواجدة أنا في أمريكا ودائما أيضا تغني الأغاني العراقية. صوتك جميل جدا. الجالية أول شيء الجالية العراقية جالية عربية وهني أهلنا وأنا بحب الجالية العراقية كثير والجالية العراقية كلهم وقفوا حدي. فأنا بوجه تحية من كل اللبنانية لكل الجالية العراقية من القلب للقلب. أكيد نحن بنوجه تحية إلى كل شعبنا وأهلنا وناسنا وأخوتنا في لبنان وأكيد سعيدين أنه دائما تكون الدول العربية هنا متكاتفة بالغربة. يعني هذا الشيء الحلو والمميز بهالولاية الحلوة أنه مجموع كل العرب وكلنا منحب بعض ومنشوف بعض فرق عن بلداننا كل بلد لحال. هون بالعكس البلاد العربية بلد وحدة. فهذا كتير شيء حلو كتير بحبه أنا وكتير بحب دائما التواصل بين كل العرب العراقي اللبناني السوري الفلسطيني لكل الدول. هذا كتير شيء حلو. راح تسمعنا أغنية اليوم؟ طبعا هلا أنا عايزة هلا أغنية أموال نهدي لشعبنا والأهلنا والناسنا بالوطن العربي وأكيد بالتحديد لشعبنا بالعراق. للشعب العراقي بدي أقول لهم حلاوة وطيب للياكل من تمرنا ونحن نسمع كلامك من تمرنا تميل البصرة كلها من تمرنا ولك شط العرب يا بغداد يقدم لك تحية. الله تسلم استاذ احمد فنان العزيز القدير. شكرا جزيلا لك. مرسي لك. مرسي لقناة الفيحاء وشكرا لك حبيبتي وشكرا للاكيب وان شاء الله بتقضوا سارة حلوة معنا اليوم ونكون على ذوقكم يا رب. شكرا لكم. مرسي. You really don't need too much in the design when you have beautiful. That's the summer dress. It's very lightweight. It's just only of the year. Let's say that the bride probably will not sit down for a minute, so she needs something light like that. Look beautiful in that girl. From antique girl. Because sometimes people buy the color, doesn't she? Again, we have so many balls. One shoulder. And by the way, talking about one shoulder, you just gotta know. One shoulder, one with her hair up is Martina. And the one with her hair down is Marlene. Whether you want them in white or ivory, it's really up to you. The dress is very pretty, very beautiful.
نانسي اكيد سعيدين هذا اليوم بهذا الاحتفاليه الكبيره اللي قدمتيها، واللي انت كنتي مسؤوله عن هذا التجمع الكبير. 750 امراه حضرت الى عالم الازياء اللي قدمته مصممه الازياء بيرتسي، نحن سميناها ابتسام لكن هي بيرتسي. اكيد سعيدين انه هذا اليوم التجمع الكبير وهذه الموضه اللي قدمتوها في هذه الاحتفاليه الكبيره. ومثل ما تعرفين انه الفيحاء دائما تكون حلقه وصل بينكم انتم العراقيين المغتربين وبين الوطن الام، ننقل كل نشاطاتكم. حاولنا هذا اليوم انه نحضر الى هذا المكان المتميز وننقل الموضه 2012 اللي قدمتوها. يا اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله يا ربي كل سنه نشوفكم هنا ويانا ونتجمع هالجمعه الحلوه ويا النسوان. 750 مو سهله بس سوينا شغل كلش حلو، ان شاء الله يا رب نرضي الجميع. كانت بيتسيز برايدل فاشن شو اللي حضرت وجمعت كل العرض الازياء اللي جابتها ب 2012، والشعر اللي اني مصممه الشعر نانسي ومع نائله المساعده همجتي خطيه ساعدتني، والميك اب ارتست سو which her real name is سرور ونضال. وسوينا الشعر مال 2012 شنو جديد نازل ويا الميك اب. اللي سوت الميك اب هي سرور، يسموها سو هنا بالانجليزي، ونضال خطيه ساعدونا as well too. سووا ال 2012 واتس upgraded of a new fashion look with the makeup. على كل انا اشكركم لحضوركم. اكيد اريد احب ايضا اسالك على التسريحات الجميله اللي شاهدناها، عدد مختلف من التسريحات. اريد اعرف هاي التسريحات هي موضه 2012، يعني هاي طرحت جديده الان في سنه 2012 قدمتوها؟ اكيد احنا يعني اختلفنا الانواع لانه حسب البدله اللي لابسيها، فسوينا فشي انه نجمع بدله ويا الشعر، فقدرنا يعني نطلع فشي حلو. بس إريس هو مال 2012 فسنازل اكثر شي شعر مرفوع مو كلش عالي، بر إريس اون ذا شولدر يعني يسموه بايك ذا كتف مو صح. اوكي فحاولنا يعني احنا بس نسوي فشي حلو. انا اكيد سعيده نانسي انه هذا اليوم انه نتواصل وياكم، والف شكر على هذا الموضه اللي قدمتيها هذا اليوم والتسريحات الجميله لنساء او بنات كانوا جميلات جدا. Thank you.
gold dress. Safrani dress and chiffoni dress. But you know what, this dress I love to have is for belly dancing. Isn't that cute? I think it's very cute for belly dancing. Look at me, it's beautiful. You actually don't need to dance. The dress will dance for you. That's a new dress for 2012. هذا اليوم نشاهدك بهاي التسريحات المميزة، وأيضا شاهدناك بأزياء جميلة كانت تختلف عن الأخرى، وأيضا قدمتي هذه الموضة الجميلة، موضة عام 2012. خلينا نتحدث عن هذه الموضة وتجمع النساء والاحتفالية الكبيرة هنا في أمريكا. تكرامي ومساء الخير، يسعد مساكم قناة الفيحاء العراقية وكل أهل العراق يلي عم يحضرونا وكل أهلنا ببلادنا الحلوة. طبعا اليوم كان بيج إيفنت لباتسي برايدل يلي قدمت لنا أحدث الفساتين 2012، الفتاة العراقية التي أبدعت في أمريكا. وهيدي حال جاليتنا، أنت بتعرفي نحن كلنا يا ست هاي فمنجي لهون بدنا نعمل شيء. باتسي قدمت شيء، نانسي قدمت شيء، كلنا عم نتعب لحتى نقدم شغلة حلوة لنبيض وجه بلادنا. هيدا هو العراق الحلو الرائع بشعبه وبناسه المتقدمين، الناس الطيبة من أهل العراق، مع الموضة مع كل شيء. شو بدي أحكي عن العراق؟ أنا عطوني الجنسية العراقية يا هيفا مع أني لبنانية. يعني أكيد سعيدين أنه تكونين ويانا ويا الجالية العراقية الموجودة، وأحب أيضا أنه أعرف الجمهور العراقي أنه سعاد أحد الإعلاميات الكبيرات هنا في أمريكا، وتعملين في أحد الإذاعات المهمة والكبيرة هنا في أمريكا. خلي سعاد نتحدث، هذا اليوم الموضة اللي قدمتها باتسي اشتريتي منها فشي؟ اشتريتي طبعا شفتيني بأزياء مختلفة اليوم، والفستانين يلي لبستني هن باتسي عودي اشتريتهم لمناسبات ناسنا وأهلنا. وطبعا بدنا نلحق الموضة، نحن عايشين بأمريكا وعندنا ست مثل باتسي عم بتلبسنا، ليش لا؟ وبالإجمال أنا كل لبسة من عند باتسي، حتى القصير هلأ اللي شايفتيني فيه يعني صاروا ثلاث فساتين كلهم باتسي ديزاينر وكلها من عندها. ودائما الاكسسوارز وكل الاشياء هي بتلبسني اياهم بافراحي باي مناسبه عندي اياها، دائما مع باتسي. طبعا انا بدي احيي باتسي على الشو الرائع اللي قدمته بفساتين الاعراس، بكل الفساتين الفيري فاشن يلي قدمتها. بدي احيي كل الناس اللي كانوا حاضرين كمان وجاليتنا الطيبه. بدي احييكي هيفا، اول مره بلتقي فيكي، يعطيك العافيه، نشيطه جدا، اعلاميه طيبه كمان. وطبعا بس لنوه الاذاعه يلي نحن بنشتغل فيها هون، هي كل انسان عنده اذاعته الخاصه، وانا مسميه برنامجي صوت الارز يلي هو صوت من لبنان بس موجه لكل الجاليه العربيه الحلوه المحبه، لمينا فيها كل الناس. وباتسي لمتنا اليوم، وانتو كمان قناة الفيحاء يعطيكم العافية، الله يقويكم، وان شاء الله دائما دائما حلوين مثل ما شايفتك قدامي حلوة، وكل أهل العراق يكونوا بخير، يعطيكم العافية and good luck forever. Thank you very much يا هيفا.
هذا اليوم اكيد سعيدين دكتور نضال انه نشاهدك هنا في هذا التجمع الكبير عالم الازياء والموضه للسيده ابتسام. هذا اليوم شاهدنا ازياء جميله جدا قدمتها السيده ابتسام من خلال عارضات الازياء وايضا موضه الشعر والتسريحات الجميله جدا. ايضا بدورنا كقناه فيحاء نحب نتواصل ويا جاليتنا الحبيبه في جميع نشاطاتها، وهذا اليوم كنا جدا سعداء في هذا العالم الجميل من عالم الازياء والموضه. طبعا بالرغم انه الجو برا يعني اليوم عاصفه ثلجيه رهيبه طبعا وخطيره، والثلج يعني 6 انشات، بس تجمع هائل يعني عندنا اكثر من 1000 سيده جايه. وطبعا هذا التجمع عراقي كبير، وعندنا هنا يعني حفله هو يعني شو فاشن شو للشعر والملابس، وايضا الناس تتنفه تشتغل كلها، وهي حفله يعني الناس تجمع بويكند يعني تطلعون يخشون، وونسه بريئه هي ويعني البنات. شاهدتي الموضه والازياء الجميله جدا، اخترتي فستان معين؟ قبل ما يبدون الشو اشتريت هذا الفستان رحت عليها وهي اختارتها لي طبعا بتسي، وقالت لي يعني الناس بتشوي لماعي وما البس لماعي هوايه، بس قلت لها ما يخالف اليوم اختاريت شوي الموديل هسه. يعني اخذتي هذا الموديل الفستان مالتك من الازياء مال ابتسام؟ نعم، هاليوم انا الصبح كنت يمها فهو كان على الموديل، قالت لي يمكن يلوق لك اكثر، فالحقيقه انا اشتريته من عندها. اكيد موديل جميل جدا واكيد رائع. خلينا نحكي شوي عن الازياء والموضه هنا، تختلف الموضه عن العراق والملابس العراقيه. شاهدنا بدلات عرس جميله جدا وايضا فساتين جميله جدا. هذا اليوم ايضا شاهدنا هذه الازياء الجميله جدا لها اقبال هوايه من المتواجدين في هذه الاحتفاليه. اي تقريبا نعم، خصوصا انا اعرف لان تعرفين اني اروح على العراق مره او مرتين بالسنه ودي تبرعات طبيه، فعندي اختلاط قوي بالشعب العراقي. طبعا التقاليد شويه يعني بالنسبه لشعبنا والموديل الموديلات، ولهذا السبب اليوم انا قلت لكم ما اريد اطلع بالكاميرا لان لبسي بالعراق شويه مختلف عن لبسي هنا. احنا اليوم انت باحتفاليه الازياء والموضه، اكيد راح يكون اللبس اكيد مختلف في هذه الاحتفاليه. شو تحبين تقولين لاهلنا وناسنا بالعراق من خلال كاميرا الفيحاء ومن خلال جولتنا مع الجاليه العراقيه في امريكا؟ انت طبعا حبيبتنا ودائما يعني تحترمين الكل، تحترمين الجالية وتحبين شعبك، وأبدا يعني دائما ما تقصرين. Go.
مصممة الأزياء العراقية ابتسام نصوري، أكيد سعيدين هذا اليوم نلتقي بيك بهذه الموضة الكبيرة اللي قدمتيها، موضة 2012. أكيد سعيدين هذا التجمع الكبير، 750 امرأة حضروا حتى يشاهدون الأزياء اللي طرحتها ابتسام في هذه التصاميم الجميلة. شاهدنا بدلات الأعراس وأيضا الفساتين الحفلات وأيضا فساتين السهرة. خلينا نتحدث عن المصممة الكبيرة ابتسام وعملها الكبير هنا في أمريكا، وتعدين من أكبر المصممات في أمريكا. الحقيقة أنا درست بأمريكا فاشن ديزاين، يعني تصميم الملابس، وبعدين قبل 31 سنة فتحت أول محل، وكنت دا أصمم أزياء الهواية. بمرور السنين شخصيات كبيرة بميشيغان، طبعا بأمريكا صممت المس ميشيغان اللي هي ملكة جمال ميشيغان، عدة ملابس صممت، عدة ملابس الجراند بري، مس جراند بري اللي هي سباق مع الجراند بري، ودائما يطلعون بيه ملكات جمال. وصممت للفورد فاميلي، وصممت مذيعات التلفزيون بميشيغان طبعا. وان شاء الله يعني عجبتكم الكولكشن اللي طلعناها. يعني أنا أحاول أختار أشياء غريبة و يعني من نوعها ما تشوفين هواية، يعني شفتوا أنتوا الكولكشن إن شاء الله عجبتكم. البدلة اللي أنا لابستها تصميمي الخاص، طبعا عندي تصاميمي الخاصة بس اليوم ما عرضتهم لأن هذا فاشن شو، من أسوي تصاميم الخاصة بي أسوي غير فاشن شو. هذا يعني للسرعة وللخفة، وعندنا 750 مرة، وردنا بصراحة نشوفه مش راح ينزل دور الأزياء الأمريكية آخر شيء مع 2012. ابتسام أكيد أنت متواصلة مع الجالية العراقية من خلال الأزياء اللي تقدميها دائما، وكل من يتقدم أو يتزوج لازم يذهب إلى ابتسام حتى تحضر تزهيبات العرس وبدلة العرس وأيضا كل مستلزمات العرس. ابتسام أنا عرفت أنه راح تفتحين مشروع قريبا داخل العراق وتأخذين هذه الموضة إلى العراق. إن شاء الله إن شاء الله نفتح محل. أنا طبعا معروفة بأمريكا باسم باتسي، من كنت بالجامعة بدل اسمي إلى باتسي لأن اسمي الحقيقي ابتسام، مش أنا وقسم من الأساتذة ما يقدروني لفظه سموني باتسي. وبعدين مشى هنا بأمريكا اسمي كمصممة أزياء باتسيز برايدل، مشى بأمريكا والكل يعرفون أندر باتسي يعني طبعا. وإن شاء الله نفتح بالعراق، نفتح همنا باتسي وهمنا ابتسام. ابتسام إذا نتحدث عن تجمع الجالية العراقية وهذا التواصل ويا الوطن الأم، شو تحبين تقولين لأهلك والناسك بالعراق؟ مشتاقة تشوفين العراق بعد غربة طويلة طبعاً. أنا بصراحة هاي 35 سنة بأمريكا، طبعاً دائماً مشتاقة أشوف العراق، وإن شاء الله العراق يرجع مثل قبل حتى نرجع هناك. أنا ولادة العظمية، مشتاقة أشوف العظمية بصراحة. تحياتنا لأهلنا وناسنا بالعظمية، ونقول لهم هواية مشتاقين لكم ومشتاقين للعراق الحبيب. تحياتنا الكثيرة لكل عظماويين، وإن شاء الله نشوفهم بالعراق ونسوي افتتاح المحل الكبير مالتنا إن شاء الله، نسوي لهم عرض خاص أزياء إن شاء الله. وشكرا جزيلا ابتسام على العرض المتميز اللي قدمتيه هذا اليوم، الموضة من الأزياء، وأيضا كانت احتفالية مميزة ورائعة بحضورك وبوجودك وبتعاون عدد كبير من المختصين بتسريحات الشعر وأيضا بالمكياج. فأكيد هذا اليوم شاهدنا فد مميز أو فد شيء، لمسات عراقية كانت كلش مبدعة. يعني صراحة كل الناس حبوا الكولكشن، حبوا الشو، حبوا الهدوم، وإن شاء الله نقدم بعد أحلى من عندها ببغداد إذا أسوي العرض. اليوم 750 امرأة، إن شاء الله ببغداد يكون عندنا 2000 أو 3000 امرأة بالعرض إن شاء الله. شو تحبين تقولين جمهورك جمهور الفيحاء؟ جمهور الفيحاء إن شاء الله الله يديمكم ويحفظكم
وإن شاء الله العراق يرجع عراقنا الأصيل. إن شاء الله. شوفي دموع بعيونك مشتاقة. إن شاء الله واي مشتاقة أروح العراق، وإن شاء الله أكون هناك هالسنة إن شاء الله. هذا أملي إنه أكون هالسنة أروح العراق. إن شاء الله. تحياتنا إليك وما قد نبكيك اليوم، فرحة وما شاء الله تميز وتألق بهذه الموضة الكبيرة اللي قدمتيها في الولايات المتحدة الأمريكية. ألف مبروك على هذا النجاح اللي حققته مصممة الأزياء ابتسام. Thank you. شكرا لكم، وإن شاء الله الله يديمكم ويحفظكم، وإن شاء الله دائما بتقدم. هذا اليوم سعيدين أنه نلتقي بك بهذا الاحتفال الكبير، وأيضا عرض الأزياء. شاهدنا موضة عام 2012 وكنت أحد الفنانين اللي أحيا هذا المهرجان الكبير هنا في أمريكا. أول شيء مساء الورد والحب على هاي القناة الرائعة وعليكم أنتم. يشرفني أنه أشارك الجالية العراقية بهذه المناسبة، وإن شاء الله أقدم لهم شيء جديد، ويا رب يسعد مساكم. ماجد، إذا نتكلم عن الجالية العراقية، نشاهد أعداد كبيرة من الجالية العراقية عند تجمعات ونشاطات مميزة هناك. دائما بتجمعاتكم نشاهدكم كمطربين هنا تأخذون العراق وتخلوه هنا بين أحضان المغتربين بأغانيكم الجميلة المتميزة وأيضا قصائدكم الحلوة. خلينا نحكي شوية ماجد عن الغربة، وشنو يعني لك الغربة والأغاني اللي تقدمها هنا على مسارح أمريكا، الأغاني الوطنية والأغاني اللي ترجعنا دائما بالحنين والشوق للعراق. والله بالنسبة احنا كفنانين موجودين يعني كل بقاع العالم، سواء بأمريكا أو أي بلد بالعالم، احنا عبارة عن حمام السلام، يعني نحاول نوصل يعني ولو جزء بسيط الحبنا لأهلنا والوطننا يعني من خلال أغانينا لا أكثر يعني. أكيد ماجد، لأن هذا اليوم أحب أنه أهدي جمهور الفيحاء مقطع من أغنية تهدي المشاهدين قناة الفيحاء وأيضا للعراقيين بالداخل اللي يحبون أكيد يسمعون صوت الفنان ماجد زمان. الله يسلمك عيوني. أنا عجبتني قبل كم يوم أغنية الفنان الرائع ذواق ماجد المهندس، فإن شاء الله راح أبدأ بها أول أغنية لأنها حلوة الأغنية وتستاهل أنه هذا الجمهور الحلو أنه أغنيها. هي تقول حبيبي حب مو عادي يغازل غزل بغدادي، حضن ريحة بلادي حبيبي منها البغداد، حبيبي منها البغداد. وانا حبيبي من اهل البصره، شلون البصره حبيبه قلبي، انا عشت بها 6 سنوات. تحيه للبصره واهل البصره وقناه الفيحاء الرائعه اللي متواظبه بكل مجال فني ومهرجانات، يعني برافو عليكم. ماجد، ما راح سمعنا موال نهدي للعراق شويه نخفف الغيبه عنا؟ موال للعراق. أدري بالغربة تعذب وأعرف بحال الغريب، ودارت الدنيا علي وأنا غرب من النصيب، أيست من صحبتي وشيبت قبل المشيب، أويلي أويلي أويلي. الله تسلم ماجد، وأكيد إن شاء الله شوية الغربة تخففها هاي التجمعات والأغاني الوطنية اللي أكيد ترجع العراقيين لأهلهم والناسهم، وإن شاء الله ماجد نبقى حلقة وصل بينكم وبين أهلكم العراق من خلال حلقاتنا اللي شوية يمكن تخفف عن أهلكم اللي بالداخل الغربة عن بعد أولاده وأهلها بالخارج. أنا أوجه الشكر الجزيل أولاً إليك، لأنه أقول لك يعني برافو عليك أنه أنت متواظبة بكل حدث خاصة مع الفنانين. حبيبي حب مو عادي يغازل غزل بغدادي، حضن ريحة بلادي حبيبي منها البغداد، حبيبي منها بعيني ما شفت مثله، الوقت وي صادق ويحلى حنين ما
مثل مي دجلة حبيبي من نهل حبيبي من نهل بحب معاذ غزل غزل بغداد حبنا ريحة بلاد حبيبي من نهل بغداد حبيبي من نهل بغداد هيني ما شفت مثله وقت ويصادق ويحب إن مثل ما يجيج له حبيبي من نهل حبيبي من نهل صبقه وي هلا هلا عشان يصبقه You're in the best of the world.